بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. اليوم تقدمت باقتراح بقانون لتعديل المادة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي للمتقاعدين، حيث أن منذ أيام صدر القرار من معالي الأخ وزير الصحة مشكورا بالترسية على الشركة الوطنية التي ستقوم بهذا العمل. ولا شك من أن يعني هذا الموضوع طال انتظاره، وعملا بالدستور وكما دأبت دولة الكويت دائما على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وخاصة المتقاعدين، وهم الشريحة اللي في الواقع في هالعمر تحتاج هذا النوع من الرعاية. المادة الثانية من المؤسف انها جاءت محصورة بسريان القانون، اي سريان التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالتأمينات الاجتماعية. احنا عملنا تعديل على هذه المادة، ابقاء كل مواد القانون المشار اليه كما هو، واضفنا على المادة الثانية اضافة بسيطة بشمول زوجات المتقاعدين، ليكون النص على النحو التالي: تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالتأمينات الاجتماعية وزوجاتهم، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير. وثم المواد اللي هي في الديباجة المتعارف عليها في مقترحات القوانين. لا شك معالي الوزير مشكورا حتى وقبل إقرار هذا التعديل من قبل المجلس، ابتداء عندما ينظر باللجنة التشريعية ثم اللجنة الصحية ثم المجلس، يستطيع معالي الوزير أن يختصر علينا هذه المسافات. وإلى حين إقرار هذا التعديل بأن يشمل هذه الشريحة، شريحة زوجات المتقاعدين، بقرار يصدره هو، وهذا موجود بالقانون الحالي، والقانون يعطي معالي الوزير. ولهذا نحن نناشده ونتمنى على معالي الوزير أن يفاجئ أهل الكويت وبالذات الشريحة المستفيدة والمخاطبة بأحكام هذا القانون بأننا شملنا زوجاتكم، لأن تعرف دائما في هذا العمر المتقدم أمراض الشيخوخة، الضغط والسكر والقلب وإلى آخره، تقريبا تكون للأثنين. وبالتالي من المناسب كما أن المتقاعد مشمول، زوجته تكون أيضا مشمولة، يمكن هي مو من ضمن المسجلين في التأمينات الاجتماعية. هذا أمر نضع بين يدي المشرعين الأفاضل في مجلس الأمة نواب هذا الشعب، وكذلك بين يدي معالي الأخ وزير الصحة الدكتور علي العبيدي، وكلنا ثقة فيه إن شاء الله أن يفاجئنا بإذن الله بأن يصدر قراره بإضافة هذه الشريحة وقبل إقرار هذا التعديل. أمر آخر أناشد فيه الأخ الكريم الفاضل النائب المخضرم السيد عدنان عبد الصمد، رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي. السيد عدنان هناك بين يديه طلب كما أعلن وزير التربية معالي الأخ الدكتور بدر العيسى، وقبل فترة
أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع بقانون لتعديل الاعتمادات المالية فيما بين أبواب ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي للسنة المالية الحالية، وأوضح أن يقصد بذلك اعتماد هذه الميزانية ليجري التناقلات المطلوبة بين أبوابها ليتم بموجبها صرف المستحقات المالية لأعضاء التدريس. السيد عدنان أكثرنا حرصا والأخوة الأفاضل أعضاء لجنة الميزانيات، نتمنى عليكم إدراج هذه الميزانية التكميلية لهيئة التعليم التطبيقي، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لتكون على جدول أعمال المجلس، لأن مجلس الوزراء اعتمد 10 ملايين دينار للهيئة، وذلك لسداد ما هو مستحق نظير مكافآت الساعات الإضافية للفصل الدراسي 2014-2015 ومكافآت الفصل الصيفي الماضي. وكلنا يعرف أن أعضاء هيئة التدريس قاموا بأداء عملهم على الوجه الأكمل، وهذا مشهود لهم فيه، وهذا ما اطلعنا عليه، وبالتالي طالما هم أدوا عملهم فالشرع الإلهي يأمرنا أن نعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرق. وإحنا قاعدين نشوف السيد عدنان الله يحفظه قاعدة تمر عليه المبالغ بالمليارات في الموازنة، ويشوف وهو حريص مثلنا وأكثر، وأكيد هذا الموضوع ماخذ جل اهتمام الأخ النائب السيد عدنان عبد الصمد رئيس لجنة الميزانيات، وأيضا الأخوة الأفاضل أعضاء اللجنة، ولكننا نذكر لأن حريصين وبسرعة، لأن هناك قلق دب في نفوس أعضاء هيئة التدريس والمدربين في الهيئة نتيجة تعطيل هذا الإقرار لهذا المبلغ حتى يتم الصرف. وبالتالي لا قدر الله هناك مآخذ على الهيئة، وقد يكون من بين من سيستفيد سبحان الله من نعتقد أنه غير مستحق، ولكن هذا ليس شأننا، بالأخير هو شأن من ائتمن على هذه الهيئة، من ائتمن بالمطالبة بهذه المبالغ ورفعها لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء قد أقر ووافق على هذه الميزانية، وبالتالي لا أعتقد أن هناك محلا لاستمرار تأخير عدم إقرار مبلغ 10 ملايين دينار لاعتماد مالي تكميلي لميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لصرف المستحقات المتأخرة للأفاضل أعضاء هيئة التدريس ومدربي هذه الهيئة. أكرر مناشدتي لرئيس وأعضاء لجنة الميزانيات، وإن شاء الله فيهم الخير والبركة لإعطاء الناس حقوقها وليواصلوا مسيرتهم في تدريس وتعليم أبنائنا في التعليم التطبيقي، وشكرا لحضراتكم.